شكرا دكتور صادق، وشكرا للدكتورة حميدة والسيدة كارولا وأنا اللتان نظمتا هذا الملتقى الدولي. وموضوعنا يتحدث حول الآخر في الصحافة الإلكترونية اليمنية، تمظهرات الكراهية في زمن الصراع. وإذا كنا استمعنا بالأمس عن الصور النمطية على مستوى الجماعات الأقلية أو على مستوى أو على مستوى زمن الكورونا، فإن خطاب الكراهية والصور النمطية في ظرف الصراع والحرب أعتقد أنها تتجاوز كل الحدود وكل الأخلاقيات. وبالتالي فإن خطاب الكراهية أحد أهم أدوات الصراع السياسي الذي تشهده اليمن منذ العام 2011، وتأثرت وسائل الاتصال والإعلام فيه بحالة الانقسام السياسي والصراع بين القوى الفاعلة، وطغى على خطابها الاتصالي لغة كراهية وعنف، وكان أثرها وخيما على انقسام المجتمع وتمزيق وحدة نسيج الاجتماعي. تعد دراسات القعاري والدكتور عبد الرحمن الشامي من الدراسات المبكرة التي كشفت عن بروز قضايا الكراهية والعنف والحرب وعدم التزام وسائل الإعلام بأخلاقيات التغطية الإعلامية والسقوط في التشهير بالآخر والإساءة لسمعته وإثارة الكراهية في وقت مبكر من الأزمة اليمنية. في مقارنة تحليلية لخطاب الكراهية في الصحافة المكتوبة بين 5 دول عربية، تصدرت اليمن القائمة متفوقة بذلك على كل من مصر وتونس والعراق والبحرين. تعكس هذه النتائج خطورة الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في تغطية الفوارق الاجتماعية. وفقا لذلك، فإن إشكالية الدراسة تتحدد في محاولة التعرف على تمظهرات الكراهية ولغة العنف ضد الآخر، وكيف تقديمها في خطاب الصحافة الإلكترونية اليمنية في زمن الصراع. تستهدف هذه الدراسة رصد حجم الكراهية المتضمنة في خطاب الصحافة الإلكترونية اليمنية ضد الآخر ومصادرها وصورها والخطاب التنميطي للآخر وكيفية تصويره في مضامين الصحافة الإلكترونية اليمنية. وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح لعينة قصدية من محتوى الصحافة الإلكترونية اليمنية بشكل يضمن تمثيل القوى الفاعلة في ساحة الصراع في اليمن. تمثلت عينة المواقع المستهدفة في موقع الصحوة النت، وهو موقع إخباري يتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح المؤيد للحكومة الشرعية والمؤيد أيضا للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. والموقع الآخر هو موقع المسيرة نت الذي يتبع جماعة أنصار الله الحوثية التي سيطرت على سلطة الحكم في اليمن في عام 2014 إثر انقلاب مسلح. والموقع الثالث هو موقع عدن تايم في العاصمة عدن، وهو يتبنى خطاب المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يدعو إلى فك الارتباط عن دولة الوحدة اليمنية. جرى اختيار العينة الزمنية لفترة شهر واحد، هو شهر يوليو 2021، وتم حصر كل المحتوى الإخباري المتعلق بالأزمة اليمنية. واعتمدت الدراسة على استمارة تحليل المحتوى أداة لجمع بيانات الدراسة من خلال عينة بلغت 191 مادة صحفية خلال فترة التحليل. تمثلت وحدة التحليل في وحدة المفردة كأصغر وحدة تحليلية، بحيث تمكن من رصد مفردات الكراهية ولغة العنف والبذاءة اللفظية في خطاب الصحافة الإلكترونية، فيما تمثلت وحدة العدوى في تكرار المفردات. ويشير مصطلح خطاب الكراهية في هذه الدراسة إلى الرسائل البغيضة التي تنطوي على صور الإساءة إلى الآخر والتحريض على الكراهية والعنصرية والتمييز العرقي والديني والجهوي والطبقي، وصولا إلى البذاءة اللفظية كالشتم والوصم والتشهير والاحتقار والانتقاص. بالمجمل، يعتمد خطاب الكراهية على التوتر الذي يوجد ثنائية نحن وهم، وهي ثنائية تضاد
تقوم على الاستقطاب والتعصب اللذان يؤججان تصاعد خطاب الكراهية في العالم. استندت الدراسة إلى نظرية تحليل الأطر الإعلامية بهدف رصد الخطاب التنميطي للآخر في مضامين الصحافة الإلكترونية اليمنية وكيفية تصوير الأطراف المستهدفة وتقديمها بهدف التأثير في السياقات المعرفية للجمهور وأحكامهم عليها. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، سأحاول في هذه العجالة أن أستعرض معكم أبرز معالمها، وسيتم تناول تفاصيلها بشكل مستفيض في الدراسة عندما تصدر بشكلها الورقي. على مستوى توزيع عينة الدراسة، نلاحظ أن موقع الصحوة النت استحوذ على 57% من محتوى العينة، ويعود ذلك إلى كثافة التغطية الإعلامية التي قدمها الموقع، فهو يغطي أخبار الجبهات والمواجهات العسكرية والعمليات القتالية ونشاطات الحكومة اليمنية وأخبار رئيس الدولة ونائبه وأخبار الحكومة، بالإضافة إلى النشاطات الحزبية للحزب. على مستوى الشكل الصحفي، نلاحظ أن 79% من العينة كانت أخبار، وهنا نقف أمام مفارقة جلية، أن 79% من المادة كانت أخباراً تحتوي على لغة عنف وكراهية وتحريض ضد الآخر، وهو إخلال بواحدة من أهم القواعد العملية الصحفية التي تؤكد على أن الخبر مقدس والرأي حر. على مستوى هوية الخطاب، هوية الآخر المستهدف بالخطاب، نلاحظ أن نطاق الاستهداف بخطاب الكراهية كان شاملاً للكيانات والجماعات والأحزاب والأنظمة والشخصيات، لم يكن بمعنى أنه لم يكن هناك خطاب الكراهية قاصراً أو مقتصراً على هوية معينة. لذلك نجد أن لدينا جماعة الحوثي وردت محل استهداف 55%، والشرعية في 43%، والمجلس الانتقال الجنوبي في 2%. بالنظر إلى الشرعية، نجد أن الشرعية تضمنت 36% استهداف للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وجرى استهداف حزب الإصلاح بنسبة 34%، وجرى استهداف الحكومة اليمنية بنسبة 26%، وأخيراً الرئيس هادي بنسبة 4%. على مستوى الصحف، نلاحظ أن جماعة الحوثي كانت الأكثر استهدافاً في موقع الصحوة نت، فيما كانت الحكومة الشرعية الأكثر استهدافاً في موقعي المسيرة نت وعدن تايم. ونلاحظ أن المجلس الانتقالي لم يكن محل استهداف بشكل كبير إلا بحجم بسيط في موقعي الصحوة نت والمسيرة نت، في حين كانت موقع عدن تايم الذي يتبنى خطاب المجلس الانتقالي أكثر استهدافاً للحكومة الشرعية وبشكل أقل لجماعة الحوثي. على مستوى مفردات الكراهية، كشفت نتائج الدراسة عن 1337 تكراراً لمفردات الكراهية تم رصدها خلال فترة الدراسة، وهذه المفردات ذات دلالة عميقة دينياً وسياسياً وأخلاقياً واجتماعياً. نجد على سبيل المثال، أنا أصورها بقنبلة الكراهية لأنها تحتوي على مفردات جد خطيرة. فعلى سبيل المثال، عندما يتم تصوير الطرف الآخر بأنه عدو لله وعدو لرسوله، نجد التصوير الآخر بأنه عدو، بأنه تكفيري، بأنه القاعدة، بأنه دموي، بأنه داعشي، بأنه إخوان الأفغان العرب، بأنه إرهابي، جميعها مفردات جد خطيرة، بأنك تنقل الصراع أو يتم توظيف الخطاب الديني، توظيف الدين في إطار التسييس الديني، فنقل الصراع من الأطراف السياسية أو نقل الخصومة بين الأطراف السياسية إلى بين الله سبحانه وتعالى والأطراف الآخر، بمعنى أنك تبيح دمه وتستبيحه، وبالتالي من السهل جداً
أن يتم استهداف الآخر تحت ذريعة أنك عدو لله أو أنك لغة تكفير بأنك كافر أو بأنك تستهدف يعني شرع الله ودين الله. نجد أيضا مجموعة من المفردات ذات طابع مناطقي جهوي، نجد الاحتلال الشمالي، نجد محتل، نجد شمالي، نجد جنوبي، وهذا جاءت نتيجة فرز مناطق بين المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في الشمال والمناطق التي يتم سيطرة عليها المجلس الانتقالي في الجنوب. وللأسف فإن وسائل الإعلام تعمل على تغذية هذا الفرز المناطقي بين الأطراف، بحيث يتم تصوير المواطنون اليمنيون من منطقة معينة بأنهم محتلون لمنطقة أخرى، وبالتالي ينبغي إجلاءهم أو ينبغي التخلص منهم. نجد أيضا هنالك التوظيف على مستوى الخيانة والتبعية للخارج والارتهام، حيث نجد أتباع إيران، أتباع قطر، عملاء الذراع الإماراتي، قوى للإيجار، إيران فارسي، وجميعها أيضا تعمل على صبغ المجتمع أو صبغ الآخر بصبغة طائفية مقيتة. في محاولة لتحديد معدل استخدام لغة الكراهية في المادة الصحفية الواحدة، فإن المتوسط هو 7 مفردات في الخبر الواحد أو في المادة واحدة، وهذا رقم مبالغ فيه جدا. أن تقرأ خبرا وتعثر على 7 مفردات كراهية تتكرر بين ميليشيا وبين إرهابي وبين عدو وبين قاعدة وبين داعش في المادة الصحفية الواحدة. على مستوى تنميط الآخر وتوصيفه والصفة التي تتناول بها وسائل الإعلام الآخر، نجد أن 45% من مفردات الكراهية التي تضمنها التحليل وصفت الآخر بأنه ميليشيا، وفي هذا إسقاط شرعية الآخر عنه، بمعنى أنا السلطة الوحيدة والآخر هم مجرد ميليشيات خارجة عن السلطة وخارج عن القانون. وجاء في المرتبة الثانية إرهابي ب11%، وإذا أضفنا إليها إرهابي القاعدة وداعش والتكفيرين فسيكون المجموع 16%. وهنا أيضا مؤشر خطير بأن في المرتبة الثانية بعد الخروج عن السلطة وعن القانون يتم وصم الآخر بالإرهاب وبالجماعات الداعشية والتكفيرية. وفي المرتبة الثالثة بنسبة 9% جاءت صفة العملاء والخونة وأتباع الخارج وغيرها من تلك المسميات. وفي المرتبة الرابعة بنسبة 8.2% جاءت تنميط الآخر بأنه محتل وغازي ومجرم وصفات مناطقية وغيرها من الصفات كإخواني وفاسدين وسراق ونهاب وطن ومرتزقة وإنقلابيين، التي جاءت بمراتب متدنية. على مستوى نمط الخطاب الموجه نحو الآخر، نجد أن مفردات أكثر من نصف مفردات الكراهية تندرج ضمن خانة الوصم، وصم الآخر وإلصاق الصفات المشينة التي تستهدف تشويهها وتستهدف استعداء الآخر وشيطنته والعمل على إلغائه واكتفافه. وهي أيضا تقود مثل هذه الصفات والوسوم إلى تشجيع المجتمع على التباين التدريجي وعلى فرز أعضائه وفقا للصور النمطية التي ترسمها وسائل الإعلام. فيما جاءت بنسبة 25% من تلك المفردات تندرج ضمن فئة التمييز والتمييز المناطقي الجهوي والتمييز الديني المذهبي غالبا، و14% جاءت ضمن فئة الشتم والسب، و5% جاءت ضمن فئة التحرير. على مستوى المواقع الثلاثة، نجد أن موقع الصحوة نت كان الأكثر استخداماً للوصم ثم التمييز، فيما نجد موقع المسيرة نت كان الأكثر استخداماً للوصم والتمييز والشتم، وموقع عدن تايم كان الأكثر استخداماً للوصم والتمييز والتحريض والشتم. مصادر خطاب الكراهية في الصحافة الإلكترونية اليمنية ومرجعيتها، نلاحظ
أن المصدر الأول لخطاب الكراهية في الصحافة اليمنية هو الصحفي المحرر الصحفي، وهنا مفارقة جد خطيرة أن يكون الصحفي هو المستهدف أو الضحية أثناء الصراع والمعارك. فكثيرا ما يقدم الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان بأنهم هم ضحايا التعبير عن الحقائق وعن الرأي، لكن أن يكون الصحفي هو أداة لتصدير مثل هذا الخطاب الكريه، مثل هذه القنابل الموقوتة من الكراهية والحقد والبغض ضد الآخر، فهذه مشكلة. والطريف في الأمر أن تجد خبرا لمسؤول أممي يتحدث عن الأزمة اليمنية ويتكلم عن الأطراف الصراع اليمنية بحيادية وبدبلوماسية، لكن مقدمة الخبر مشحونة بلغة الكراهية والحقد والتنميط، وصف الآخر بأقضع النعوت. جاء في المرتبة الثانية المسؤول الرسمي، ثم بدرجة محدودة الكاتب وجهة سياسية. جميع أو أغلب المفردات خطاب الكراهية انطلقت من مرجعية سياسية بنسبة 91%، فيما جاءت بنسبة 6% من مرجعيات جهوية مناطقية، وبنسبة 2% دينية. أغلب 93% من خطاب الكراهية كان خطابا صريحا لا تورية فيه، و7% فقط كان خطابا رمزيا. في الأخير ما يمكن التأكيد عليه أن خطاب الكراهية وتنميط الآخر في زمن الحرب والصراع يتجاوز كل الحدود. أختتم بهذه العبارة، وشكرا لكم لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذ عبد الرحمن الشامي، مرحبا بك. يعني نحن سنبقى في اليمن اليوم. أي نعم، مرحبا بكم. نحن نحب اليمن كثيرا، وهو حب مشاعر متبادلة. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. بداية تحية لكم سيد الرئيس وللجمعية العربية الأوروبية لباحثي الإعلام لتنظيم هذا الملتقى، وطب التأكيد لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار. المداخلة التي أقدمها وزميلي الأستاذ عبد الحسين الأكوع من كلية الإعلام جامعة صنعاء حول الألفاظ والتعبيرات التمييزية المستخدمة في الصحف اليمنية الإلكترونية. الواقع أنها تتكامل حد التطابق مع ما قدمه أخي وصديقي الدكتور عبد الله. قريبا بإذن الله الكريم نحتفل بحصوله على الدكتوراة. هذه أبرز العناوين التي تغطي هذه المداخلة. سنعرج سريعا على الصحافة الحساسة باعتبارها المدخل الذي استخدمناه لهذه الدراسة، والخطوات المنهجية التي سرنا عليها لإنجاز هذا البحث، وأهم النتائج والمقترحات التي نقدمها. بداية طبعا الصحافة الحساسة رأينا بأنها الأنسب كمدخل نظري وإطار نظري لمعالجة هذه الدراسة، لأن اللغة المستخدمة وفقا للصحافة الحساسة ترى بأن عنصر الحيادية هو جوهر العملية الصحفية فيما يتعلق بإنجاز القصص الأخبارية والتقارير والتحقيقات وغيرها، وبخاصة في ظل ضعف أو غياب الجانب المهني في أوقات النزاعات والحروب على نحو خاص، كما هو الحال بالنسبة لليمن التي نطبق هذه الدراسة. بما يحقق في نهاية المطاف أن تحقق الصحافة وظيفتها الأساسية في خدمة الجمهور، باعتبار أن ولاء الصحفي الأول دائما هو للجمهور وليس لأي فئة أو جماعة أو حزب أو غير ذلك. الصحافة الحساسة لها مسميات عدة، فهي الصحافة الإنسانية يطلق عليها أحيانا، وأحيانا صحافة السلام وغيرها. في جوهرها الأساس تقوم على الالتزام بالموضوعية الذي يمثل يعني أحد العناصر الأساسية للعمل الصحفي بشكل عام، واحترام القيم المهنية الصحفية.
يركز هذا النوع من الصحافة ويهتم على وجه الخصوص بالصحافة الإنسانية، أي أنه يذهب إلى أبعد من مجرد تغطية القصص الإخبارية اليومية إلى القصص الإنسانية التي تتناول معاناة الأشخاص جراء الحروب والصراعات والنزاعات وغيرها، وتكاد تكون هذه سمة أساسية أو رئيسة لهذا النوع من الصحافة. تقوم الصحافة الإنسانية وتهتم على وجه الخصوص بأن يعمل الصحفي قصارى جهده للوصول إلى كافة الأطراف والبحث عن الأرضية المشتركة التي تجمع بين الأطراف المتصارعة وتقرب بين وجهات نظرهم قدر المستطاع. بل ترى الصحافة الحساسة أن دور الصحفي في هذا النوع من الصحافة أن يذهب إلى البحث عن البدائل والحلول الإبداعية للنزاع وما الذي يترتب على ذلك، بمعنى أنه يتوقع أو يستطلع أو يعني يتنبأ بما الذي يمكن أن يترتب على هذا الصراع وبما في ذلك تحقيق السلام. الصحافة الحساسة تستخدم اللغة المناسبة والمحايدة وتعتبرها هي الممارسة الفضلى، ومن ثم فهي تخلو من أي إطلاق مسميات أو صفات على غرار، شجاع أو جبان، كما أنها تتجنب لغة مشحونة بالمعاني لوصف جماعات أو فئة معينة أو أطراف أو أشخاص على نحو مقاتل من أجل الحرية أو إرهابي أو غير ذلك. ندخل إلى بعد حديثنا عن الإطار النظري لهذه الدراسة والمتمثل في الصحافة الحساسة الإشكالية التي تصدت لها هذه الدراسة، وهو حاولت وزميلي من خلال هذه الدراسة أن نتعرف على الألفاظ التمييزية والتي تحمل درجة من التحيز وتستخدم في الصحف اليمنية الإلكترونية خلال الحرب الدائرة في اليمن منذ العام 2015 وحتى الوقت الذي أجرينا فيه هذه الدراسة. الأهداف الرئيسة التي حاولت هذه الدراسة تحقيقها أن نرصد أهم الألفاظ التمييزية والمتحيزة التي تضمنتها التغطية الإخبارية للصحف اليمنية عينة الدراسة وأثناء فترة الدراسة، وإلى أي مدى التزمت هذه الصحف بمعايير وأخلاقيات الصحافة الحساسة، بالإضافة إلى سبر أغوار أفضل الممارسات وفقاً لهذا المدخل أو هذا النوع من الصحافة، الممارسات الصحفية المقترحة لتحسين التغطية أثناء الحروب والنزاعات، وهو ما أخذنا إلى مربع آخر أن نقترح ألفاظاً لتحسين القصص الإخبارية والتقارير الصحفية، بمعنى قمنا بمسرد في جدول للألفاظ المستخدمة والتي تحمل نوعاً من التمييز ونوعاً من التحيز، ووضعنا في المقابل ألفاظاً مقترحة تراعي معايير الصحافة الحساسة. هذه الدراسة دراسة وصفية تحاول أن ترصد الواقع المتمثل في الصحف اليمنية واستخدامها للألفاظ التمييزية أثناء فترة الدراسة. استخدمنا أداة تحليل المضمون من خلال تطوير عينة أو من خلال تطوير استمارة اشتملت على 12 فئة. طبقنا هذه الدراسة على ثلاث من أنواع الصحافة الإلكترونية أو مواقع الصحافة الإلكترونية والتي تمثل أبرز أطياف الصراع السياسي: الثورة نت باعتبارها ممثلا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمسيرة نت وهو موقع تابع للحوثيين، والمشهد اليمني الإلكتروني باعتباره يعني مثالا للمواقع الصحفية الأهلية أو المستقلة. قمنا لكي نصل إلى تحديدا لأبرز الألفاظ التمييزية بالبحث وفي هذه الموضوعات، وقمنا بتحليل 30 موضوعا منها الصحف الإلكترونية عينة الدراسة، وتوصلنا إلى تعريف إجرائي للألفاظ التمييزية وعنينا بها في هذه الدراسة، هي تلكم الألفاظ والتعبيرات التي تضمنت التفرقة أو التفضيل القائم إما على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي. رصدنا وحددنا في البداية أنماط التمييز ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وضد الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي وحزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام، بوصفهما أبرز الأحزاب اليمنية على الساحة اليمنية سواء فيما مضى أو
في الوقت الراهن، بالإضافة إلى البحث عن التمييز ضد الفئات المهمشة، وعلى وجه الخصوص لدينا في اليمن فئة مهمشين من ذوي البشرة السمراء، بالإضافة إلى فئة أقلية من البهائيين وفئات أخرى من بينها المرأة والأطفال. أهم النتائج، الواقع أن رصدنا، وهي نتيجة منطقية تبدو في ظل الاستقطاب السياسي الكبير الذي تعيشه اليمن منذ اندلاع هذه الحرب الدامية التي مضى عليها أكثر من 7 سنوات، فكل طرف يجيش من بين ما يجيشه هو وسائل الإعلامية. تبدو نتيجة منطقية أن تتصدر ألفاظ التمييز ضد الحوثيين في موقع الثورة التابع للحكومة، لكن المفاجأة أنه المشهد اليمني باعتباره مشهداً، يعني باعتباره صحيفة أهلية مستقلة، أيضاً تصدر فيها ألفاظ التمييز ضد الحوثيين، وفي المقابل تصدرت ألفاظ التمييز ضد دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات التي تخوض وتقود الحرب في اليمن، والحكومة الشرعية من موقع المسيرة، بمعنى أن موقع المسيرة التابع لجماعة الحوثيين هو يعني تصدرت فيه الألفاظ التمييزية ضد دول التحالف والحكومة الشرعية. من أبرز النتائج أن رصدنا أن المشهد اليمني كان أفضل حالاً من المواقع الأخرى فيما يتعلق بالالتزام إلى حد ما بمعايير الصحافة الحساسة، وذلك بما يتعلق على وجه التحديد أنه قدم تغطية متوازنة نسبياً إلى حد ما للأخبار والقصص المتصلة بأطراف النزاع والحرب في اليمن، استخدم لغة محايدة إلى حد ما، بمعنى لم يكن على ذلك الحدية التي يستخدمها الموقع التابع للثورنت أو في المقابل المسيرنت. جيد من هذا الموقع أنه أولى اهتماماً بالقصص الإنسانية، وهذا يعني يؤكد ما ذكره زميلي الأستاذ عبد الله في مداخلته، لأنه فعلا هذه إشكالية حينما يعني وفي دراسة أخرى عن التغطية لكورونا وصلنا إلى نفس النتيجة، أن المواد الصحفية القصص الإخبارية تتصدر هذه المواد في المقام الأول. طبعا هذا يعكس قلة في عدد بسبب أن هذه المواقع تمارس عملها من الخارج وغيره. فما يعنينا هنا أن هذا الموقع يعني اهتم بالقصص الإنسانية، وهي من أفضل يعني من أهم الفنون الصحفية التي يحتاجها المجتمع في هذا الصراع وفي هذا الحرب الدامي، والتي يدفع ثمنها البسطاء ومن لم يكن لهم يد في إثارة هذه الحرب. استخدم موقع المشهد اليمني لغة تحريضية أقل نسبياً من موقعي الثورنت والمسيرنت. الواقع أن هناك إشكالية تتعلق فيما ما هي المرجعية التي تنطلق منها الصحافة اليمنية عينة الدراسة في استخدامها الألفاظ والتعبيرات المتحيزة والمتضادة في الوقت نفسه، وهل هناك الإشكالية تتعلق بتعدد المرجعيات، أم أن العملية ذات صلة بالسياسة التحريرية، أم تتعلق بالتحريفات الواردة في القوانين الوطنية والدولية. أخيراً وضعنا مجموعة من المقترحات، طبعاً الدراسة تتضمن مسرداً طويلاً لكل الألفاظ التمييزية التي وردت سواء في الثورنت أو في المسيرنت أو في المشهد اليمني، والتي وجهت ضد الآخر، واتهامات بالخيانة، واتهامات بكل يعني أقصى درجات العنف اللفظي الذي يتجاوز مسألة التمييز في الألفاظ المستخدمة. ومن ثم نضع وبكل تواضع مجموعة من المقترحات التي تتمثل في نقدم مجموعة لتحسين اللغة تنطلق من الآتي: استناداً على الممارسة الأفضل فيما يتعلق بالطلعنا على مجموعة من الكتيبات أو المراجع أو ما تسمى الأدلة الخاصة بالصحافة الحساسة وأثناء الصراع والنزاع، وبناء عليها توصلنا إلى يعني مجموعة من المقترحات
من خلال تلمس الممارسة الأفضل، فنسمي الأشياء على وجه التحديد بمسمياتها بعيداً عن التحيزات وعن الآراء المسبقة التي تخرج عن نطاق العمل الصحفي المهني، وبخاصة حينما يتعلق الأمر بالتغطيات الإخبارية والقصص الإخبارية. فالخبر كما هو معروف المفترض أن يكون بعيداً عن هذه التجاذبات على اعتبار أن الرأي حر والخبر مقدس. فبالتالي من منطلقات ما قدمناها محاولة الوقوف على مسافة متساوية من الجميع بما يعزز الأرضية المشتركة ويجسد مفهوم الصحافة الحساسة ويحقق في نهاية المطاف الغاية الأساسية من الصحافة والمتمثلة والمستلهمة في عملها احترام الكرامة الإنسانية للأشخاص واحترام قيمهم وتنوعهم والنظر إلى التنوع على أنه مصدر طبيعي ويجب أن يكون مصدراً للإثراء وليس مصدراً للصراع أو الشقاق أو الاقتتال، وتراعي في نهاية المطاف تحقيق الصالح العام باعتبار أن كما يقال أن يعني اللويالتي أو الإخلاص لإخلاص الصحفي أو ولاء الصحفي في المقام الأول هو للجمهور وليس لأي فئة أو جماعة أو حزب آخر. أيضاً من منطلق ما قدمناه البعد عن أي ساء أو تمييز أو فرض يوقع يعني يؤدي إلى الوقوع في التمييز. قدمنا مقترحات أن الصحفيون أو أن الصحفيين اليمنيين فعلاً بحاجة إلى تدريب فيما يتعلق بصحافة السلام والصحافة الإنسانية والصحافة الحساسة، والتي تبدو مصطلحات ربما جديدة على كثير من الصحفيين العاملين في الحقل والمراعية للنزاعات، بالإضافة إلى ما يسمى صحافة الحلول والصحافة المتأنية. قد يكون من المساعد من الخروج من هذه المعضلة أن يكون هناك دليل تحريري معزز بمجموعة من المسردات والمصطلحات التي تمثل ما ينبغي الابتعاد عنه للمساعدة على عدم وقوع الصحفيين في الألفاظ التمييزية، وأن يكون هناك ميثاق شرف خاص بالتغطية الصحفية الحساسة والمراعية للنزاعات. أخيراً التركيز على هذا النوع من التدريب وفي على صحافة الإنسانية وصحافة السلام يؤدي إلى تعزيز قيم التوازن والصحة والدقة وإبراز الجوانب الإنسانية في التغطية الصحفية خاصة أثناء الحروب والصراعات والنزاعات. شكراً جزيلاً لكم على حسن الاستماع.